سعادة السفير كوهان سفير الولايات المتحدة في القاهرة، سعادة السفير، العلم كان شيء محوري وجوهري في هذه الجائحة، كان تقريبا البطل. اليوم إلى أي مستوى وصل التنسيق ما بين الحكومات في مسألة توطين الدواء واللقاحات وهذا التعاون في هذا المجال العلمي والطبي؟ أود أولاً أن أتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوتي للمشاركة في هذه الحلقة النقاشية. حضرت النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم في 2019، وأعجبني كثيراً حماس الشباب الذين التقيتهم في ذلك الوقت، وكم أنا سعيد لأننا اجتمعنا سوياً مجدداً في هذه النسخة. العمل الذي قمنا به مع مصر من أجل تخفيف توابع جائحة كورونا قد غطى الكثير من الجوانب وكان يعكس تعاونا وثيقا استراتيجيا، وعلى مدى الفترة الأخيرة ومن أجل التخفيف من عواقب الجائحة وبالمشاركة مع كوفاكس وفرنا أكثر من 60 مليون جرعة من اللقاحات إلى جمهورية مصر العربية. حكومتانا كانتا تعملان معا منذ بداية الجائحة لضمان الحد من انتشار الجائحة، بالإضافة إلى توزيع اللقاحات شاركت الحكومة الأمريكية بأكثر من 50 مليون دولار لمساعدة الحكومة المصرية على مجابهة تداعيات الجائحة، وأيضا تبرعنا بعدد كبير من الأجهزة الطبية والاختبارات. أود أن ألقي الضوء على أنه في بداية هذه الجائحة قد أبدت مصر سخاء بالغا حينما تبرعت بالكثير من الأجهزة الطبية والمستلزمات الأخرى للبلدان الأخرى، وأود لهذا الأمر أن أشكر سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أود أن أقول أن التعامل مع أزمة كوفيد لم تكن الأزمة الوحيدة التي تعاوننا فيها معا، وإنما تعاوننا أيضا في مجال مجابهة تغيرات المناخ وأزمة المناخ التي باتت أكثر عجالة من أي وقت مضى. الرئيس بايدن قد أعاد الولايات المتحدة الانضمام إلى اتفاقية باريس وإلى تجديد التزاماتها بتخفيض انبعاثات الكربون، والتزم بتقديم الدعم إلى تعديل التمويل. إن مصر أيضا تتخذ خطوات جادة نحو علاج هذه المشكلة، وذلك من خلال تغيير قطاعات كبيرة من استهلاكاتها في الطاقة إلى قطاعات خضراء. إن طموحات مصر لأن تكون رائدة في مجال الطاقة الخضراء تعني أن الطاقة سوف يتم تجديدها، وهذا من بين أمور أخرى نراها في مصر تحدث مثل ترشيد استخدام موارد المياه وتحسين طرق الصناعة، ومن ثم الاستثمار سوف يكون له حضور كبير في مصر. لقد ساعدت مصر كثير من المؤسسات على مجابهة تداعيات تغيرات المناخ، وهذا سوف يسمح باستغلال المواهب المصرية. إن موقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يعد بفرص واعدة على صعيد الاستثمار. أنا سعيد لأن أحد أهم رواد مكافحة تغيرات المناخ السيد جون سوف يأتي إلى هنا ويصل إلى هنا في الغد، وسوف يتحدث عن كثير من آفاق الاستثمار التي يمكن أن تبدأ في هذا المجال بالتعاون مع جمهورية مصر العربية. نحن نتطلع إلى التعاون مع مصر بوصفها الدولة المضيف لمؤتمر الأطراف 27 هنا في شرم الشيخ. نحن هنا لنتحدث عن الشباب، ولذلك وددت أن أذكر أنني قررت أن أنشئ مجلس الشباب التابع للسفارة الأمريكية في القاهرة، والذي سوف يعد عددا كبيرا من رواد الشباب المصريين الذين سوف يعملون معي ومع فريق السفارة من أجل التعامل مع أهم القضايا التي من شأنها أن تصوغ مستقبل أفضل. سوف نقوم بتسخير طاقاتهم المبتكرة في هذا المجال، ومجلس الشباب سوف يكون فيه ممثلين من مختلف القطاعات، أمور لها علاقة بريادة الأعمال وحماية البيئة وتمكين الشباب والابتكار الثقافي والقيادة المدنية.
there are there are so much that we can get from هناك الكثير. من ميغيل ذكر ذلك. أنا سعيد أننا معنا زملاء من الأمم المتحدة يتحدثون. هناك الكثير من الأمور التي يمكن أو الثمار التي يمكن أن نحصدها من العمل مع الأجيال المختلفة. نعمل كأجيال مختلفة معا. الشباب، أنتم الشباب، لستم فقط المستقبل وإنما أيضا الحاضر. علينا أن نعمل معا. النموذج الذي نفذناه هو نموذج من بين نماذج أخرى، وأنا أعرض عليكم أن نعمل معا بتعاون بين مختلف الأجيال. نحن كإنسانية واحدة علينا أن نقف ونتصدى لهذه الأزمة، أزمة المناخ وأزمة الجائحة وكل الأزمات المستقبلية، من أجل بناء غد أفضل. شكرا جزيلا.